موجز لأهم الأخبار من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم. المستهل بالتعاون الجزائري الإيطالي، حيث يشرع رئيس الجمهورية الإيطالية السيد سيرجيو ماتاريلا يشرع اليوم وغدا في زيارة دولة إلى الجزائر مرفوقا بوفد هام، وتندرج هذه الزيارة في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقة التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين وفتح آفاق جديدة بما يعود بالمنفعة على الشعبين. إلى ملف المحليات الآن، حيث تدرك الحملة الانتخابية يومها الثالث وسط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية في مسعى استمالة تقوده الأحزاب المشاركة لعرض برامجها الانتخابية ومنظورها في إدارة الشأن المحلي. في قطاع الفلاحة، ووفق تدابير جديدة لإيصال المنتوج من الأرض إلى السوق بعيدا عن المضاربين وحفاظا على الأسعار وحماية للقدرة الشرائية للمواطن، انطلق موسم جني محصول البطاطا في هذه السنة من ولاية معسكر. من جهة أخرى، وبهدف كسر الأسعار في الأسواق الوطنية، يتواصل استخراج منتوج البطاطا من غرف التبريد وتوجيهها إلى البيع مباشرة للمواطنين في نقاط بيع محددة بمختلف الولايات. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، سجلت 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 83 مريضا للشفاء، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا، وفي الشأن الصحراوي، وجهت الشبكة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وجهت رسالة إلى المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان ديميستورا، لتنبيهه إلى تزايد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل المحتل المغربي بصورة منتهجة وخطيرة. وميدانيا، نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعات البكاري والفرسية والمحبس، وهذا حسب البيان العسكري رقم 358 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. شرق أوسطيا، ندد الفلسطينيون أمس باستشهاد طفل فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية در الحطب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهذا وسط تنديدات داخلية وخارجية مطالبة المجتمع الدولي بوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين آخرين بالرصاص الحي أطلقته القوات الإسرائيلية خلال اعتدائها على مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي تطورات فيروس كورونا عبر العالم، حذرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في أوروبا، حيث توقعت المنظمة أن تشهد القارة العجوز نصف مليون حالة وفاة بحلول شهر فبراير القادم. هذا وقد سجلت 56 دولة عبر العالم سجلت ارتفاعا لافتا في عدد الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية، تتصدرها روسيا التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة أكثر من 1200 حالة وفاة وقرابة 41 ألف إصابة جديدة. وأرجع المختصون المنحنى التصاعدي للوباء إلى تخفيف الأجراءات الصحية وكذا تباطؤ وتيرة التلقيح في عدة دول خلال الأشهر القليلة الماضية. في الرياضة، وفي افتتاح الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يستضيف اليوم فريق شباب قسنطينة يستضيف فريق نجم مقرة، فيما تلعب باقي مباريات هذه الجولة غدا الأحد. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله.